الستيتس شارت جوه البي ال سي هدفها ان انا بحط الانبوتس او الاوتبوتس او الماركرز او الكاونتر او التايمر اي ادرس عندي بكتبه جوه الليست بتاعت الادرس وبختار الفورمات اللي هي الطريقه اللي عايز اشوف بيها الكرنت فاليو وبعد كده في الكرنت فاليو حسب اختياري لو انا اخترت سنجل ريد معناه انا بقول له انا عايز اشوف القرايه بتاعت دلوقتي ساعه ما انا دوست شارت ستيتس قرايه مستمره هو انهي افضل سنجل ريد ولا شارت ستيتس؟ لا حسب الاستخدام انا ممكن اكون في الواقع انا يعني اكيد الطبيعي لو بتفرج على حتى المصنع هشغل شارت ستيتس بس على فكره سنجل ريد مهمه جدا في الاعطال اعطال مش بمعنى ان المكنه واقفه بمعنى مثلا ان انا عندي مشكله بتحصل اول ما الترمبه تقوم اول ما الترمبه تقوم مثلا بخمس ثواني بيحصل حاجه طب انا مش ملاحق اشوفها الترمبه بتقوم بسرعه جدا والخمس ثواني دول بيعدوا ما بلحقش على البرنامج فممكن اول ما الترمبه تقوم اروح اعمل ايه؟ ادوس كريك هيروح هو مثبت لك حاله المصنع كله ساعه ما انت عملت ايه؟ دوست ساعتها بقى اسيب المصنع شغال مع نفسه بره وانا اقعد ابص على البرنامج ساعتها هعرف اه المشكله ان الميركر ده ما كانش ملقط ده السبب كي ما بتعملش مش فاهم حاجه تمام مفيش اشاره يعني ايه اشاره تدي اشاره واحده؟ يعني ايه تدي اشاره واحده؟ ما بتعملكش انيميشن يعني حركه مالها؟ سنجل ريد دوت وشارت سيتس ده في السوفت وير اللي قدامك الشاشه يعني الشاشه دي شيء انت بتبرمجها زي ما هبرمجها زي ما هتشتغل اوكي انت ممكن تقول له لما الموتور يشتغل الساعه 12 روح اعمل لي يعني انت ممكن تقول له اعمل لي باك اب او ريفرش كل نص ساعة أو كل واحد ملي سكند أو كل يوم حسب أنت عايز يجيب لك السيجنال كل دي على الشاشة أوكي لكن هنا أنت بتتفرج على 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 واقع بره على المصنع بره ف 24 ساعة هشوف الحالة إلا وإذا لو شاكك في حاجة معينة هاجي عندها وأدوس سنجل ريد لو أنت عندك فلاشر بيحصل أنت مش رايح تقرا البرنامج أثناء الفلاشر لأن كله عمال يتغير والمركب عمال يتغير بسرعة جدا لكن لو دوست على سنجل ريد هيثبت لك كل حاجة ساعة ما أنت دوست وبعد كده اعمل انالايز بقى للبرنامج حلله بالتفصيل اعرف العطل فين فهمت وعرفت العطل فين وعرفت الحل ايه روح صلحه مره واحده اوكي احسن ما كنت هتوقف المصنع كله وتقعد تمشي معاه سنه سنه وانت موقف المصنع تمام جوه الصفحه دي جوه الصفحه دي في حاجه اسمها الترند فيو الترند فيو فكرتها ايه ان هي ترسم دياجرام يعني ترسم لك خط الانتاج او البرنامج اللي انت عامله ترسمه لك في الدياجرام قدامك على البي ال سي الترند فيو انا هشغلها لكم بس الانيميشن مش هيبقى موجود دلوقتي. الانيميشن هيظهر عندكم انتوا، انا ما عنديش بي ال سي فما عنديش انيميشن ظاهر عندي مش عارف اشغل حاجه. انتوا عندكم في سي بي يو فده كله هيظهر عندكم. نفس الادرس اللي انا كنت حاططها اللي هم الاي 00 واي 01 وام 07 وكي 0.1 وكي 0.2. وانس ان انا شغلت الترند فيو اللي هي الدياجرام اول ما تبتدي تشغل البرنامج عندك هتبتدي ترسم انيميشن يعني ايه؟ انت قفلت الاي 0.1 فاكرين لما قلنا يعني الدياجرام شرحناها مقفول فتح صح؟ هيعمل كده بالظبط. اللي هو تشارت كانها بيرسمك تشارت فعلا. دوس على الاي 0.0 عندك هتلاقي عمال قفل فضل قافل. وبعد كده دوس على الاي 0.1 اما بيدس عليه بيعمل ايه في الموتور؟ هتلاقي الموتور اشتغل. اوكي؟ تدوس كمان دوسه هيروح الموتور يجري له ايه؟ يفصل مثلا وهكذا. فهتلاقيه بيرسم لك دياجرام للمصنع. هي يعني هدف الدياجرام دي ليها استخدام الطباعه اللي هو لو حد عايز مثلا مصنع يعني بيعمل حاجه مهمه جدا ف 24 ساعه عمالين يطبعوا الدياجرام يعني يطبعها عشان لما احب يعرف من اسبوعين فاتوا ايه اللي حصل يرجع للدياجرام دي اوكي طبعا مش هتحط فيها كل حاجه يعني مش معقول احط فيها الميركر انا بحط فيها الحاجات المهمه الفرن اشتغل ولا لا الفرن واقف امتى ويجيب لك التاريخ والساعه يعني مثلا هي طبعا الساعه 13 واحده و42 دقيقه يعني الساعه 2 الا ربع تقريبا و50 ثانيه حصل الاكشن الفلاني اوكي بالتاريخ طبعا متسجل بيجي له كل حاجه بالتفصيل فانا لو طبعت حاجه زي كده بعد اسبوعين ثلاثه اقدر اعرف المصنع وقف ليه يوم يعني يوم كذا بتاريخ كذا ليه وقف كان ايه اللي حصل اوكي سامعك اي حاجه في القيمه التناظريه والكاونتر والتايمر اللي هي الحاجات اللي بتعد قيم متغيره هتلاقيه في الدياجرام هنا عمل ايه؟ ابتدى يعملها كانها ستيبس خطوات يعني فعلا يقول لك 1 2 3 4 5 القيمه حصل فيها دروب ينزل لزيرو هيبتدي يقل سنه سنه حسب اللي انت عامله انا هنجربها مع الكاونتر
هتلاقي مع الكاونتر كل ما نعد اب يزيد، نعد داون يقل، لو صفرناه ينزل الزيرو مره واحده. اوكي اي حاجه، ما درجه الحراره تعتبر انالوج. اوكي فكل حاجه هو البي ال سي، اجيبها لك تمام. ده ميزه للتريند فيو، اسمعها وكمان شويه لما تقوم جربها بدل ما نقول على طول دلوقتي. اوكي التريند فيو هتلاقي امر عندك اسمه تريند فيو جوه البي ال سي، هتلاقي امر جوه البي ال سي اسمه تريند فيو. عدى لواحد واحد رول تريند فيو اللي هو كانوا بيظهر لك دياجرام يعني. تمام في مشكله في الجزء ده؟ نرجع تاني لنفس صفحه ستيتس تشارت، هي وكل ده طبعا نفس الصفحه برضو. احنا اتفقنا ان صفحه ستيتس تشارت فيها جزء رابع زي ما فيها ادرس وفورمات وكرنت فاليو، فيها جزء رابع اسمه نيو فاليو، وده يعتبر مهم على فكره، مهم جدا. لو انتوا فاكرين كويس جدا الميموري اللي اتكلمنا عنها هنستفاد صح من النيو فاليو. النيو فاليو فكرتها ايه؟ في النيو فاليو انا اقدر اكتب الحاجه الجديده اللي انا عايزها. يعني مثلا هو قال لك ان الاي 0.0 بصيغه البيت 2 شباك 0، يعني ماله؟ مفتوح. لا انا عايزه مفتوح، فاقول له بعد اذنك انا عايزه مفتوح 2 شباك 1. اوكي الاوتبوت كيو 0.1 قال لك ان هو بصيغه البيت 2 شباك 1 شغال، هقول له لا انا عايزه 2 شباك 0، اللي هي النيو فاليو القيمه الجديده اللي انا بقترحها عليه. وخد بالك ان النيو فاليو دايما في طريقتين اكتب بيهم النيو فاليو، طريقه بستاذنه فيها، طريقه بجبره فيها، طريقه بقول له ينفع تشغل المفتاح؟ يقول لي لا ما ينفعش، خلاص كلامه هو اللي يمشي. طريقه ثانيه بقول له لازم تقفل المفتاح سواء وافقت او ما وافقتش، هيتقفل يعني هيتقفل. اللي هي اسمها فورس بالظبط. اوكي؟ الطريقتين اللي بعد بعمل فيهم تعديل، طريقه اسمها رايت اول. وطريقه اسمها فورس. عايز تترجمهم بالعربي انا اقترح تسميهم بعد اذنك وغصب عنك، سميهم كده. في طريقه بيستاذن البي ال سي فيها، يعني لو جيت قلت للبي ال سي عن طريق رايت اول اقفل المفتاح والمفتاح مفتوح، يقول لي لا ما ينفعش، يعني انا عيني وعرس اسمع كلامك بس ده مفتاح هاردوير اقفله لك ازاي؟ اوكي جيت من طريق اتجاهين وقلت عن طريق رايت اول بعد اذنك اعمل لي قفله، يقول لك لا انت حاطط حمايه ما اعملش قفله. اوكي امر فورس، لو المفتاح مفتوح وقلت له اقفله لي يقول لك ماشي ما اقدرش ارفض كلامك انت اجبرتني. مطول اتجاهين انه في حمايات، في 100 حمايه راكبين، وقلت له فرصه يعمل قفله هيعمل قفله لانك انت اجبرته. اوكي مش هقدر اقول لك اني حلو اني وحش لان ده ليه استخدام وده استخدام، انت لو استخدمت فرصه غلط يبقى انت اللي غلطان مش البي ال سي. يعني اكيد مش هعمل فرص عشان اعمل بيه قفله، مش هستخدمها عشان اعمل بيه قفله، بس ليه استخدامات مهمه جدا جوه البي ال سي. يعني الخارج ككهرباء على البي ال سي ولا الخارج كسوفت وير؟ تيبيكال كانك كنت مشغله، يعني زي ما بتشغل الموتور يمين انا بفرصه ممكن اشغله يمين. الفرق بس ان فرصه ممكن يجيب لك حاجات غريبه، تلاقي الاتجاهين شغالين مع بعض. هيديك خارج وهيعمل لك قفله بره لو في موتور هيعمل قفله. عشان كده لو تفتكر، عشان كده لو تفتكر اتناقشنا في حاجه لما اتكلمنا على الموتور اتجاهين، قلت لك ما تنساش ايه؟ حمايه ميكانيكيه بره البي ال سي عشان السبب ده. لان امر فرصه اللي بيجربه ممكن يكون مش فاهم يروح عامل قفله، فيعمل قفله كسوفت وير اللي هي قفله كده وكده، لكن كهارد وير ايه؟ ما يعرفش يعمل قفله. لو حطيت حمايه كهربائيه بره مش فارقه. لا لو حطيت حمايه كهربائيه بره او حمايه ميكانيكيه بره مش فارقه. بره بره على الريلي او على الكونتاكتور. حطيت حمايه بره في الهارد وير على الريلي او على الكونتاكتور، حمايه عن طريق الريلي او عن طريق الكونتاكتور مش فارقه. كده كده خلاص قطع الاشاره عمره ما هيوصل الاثنين مع بعض. لكن الخوف ان امر فرصه هيقدر يعمل لك، هيلغي الحمايه السوفت وير، هيلغيها لان الانترلوك اللي جوه سوفت وير وامر فرصه سوفت وير، فده ممكن يلغي ده عادي. تمام فالطريقتين اللي ممكن اعدل بيهم البرنامج هم رايت اول او فورس. رايت اول ليها استخدام وفورس ليها استخدام. الاستخدام بتاع رايت اول بيكون مع الاوتبوت والتايمر والكاونتر وحاجه اسمها الفاريابل. فاريابل المتغيرات.
مع الاوتبوت والتايمر والكاونتر وحاجه اسمها الفاريبل هندرسها بالتفصيل. امر فورس بيكون مع وسوري والميركر كمان. امر فورس بيكون مع الانبوت والاوتبوت بس. امر رايت اول ينفع يعدل في حاله الميركر في حاله الاوتبوت وفي حاله التايمر وفي حاله الكاونتر وفي حاله الفاريبل بس بعد اذن البرنامج. يعني البرنامج رفض يبقى ما ينفعش. امر فورس يعدل في الانبوت والاوتبوت سواء بعد اذن او غصب عن البرنامج في حالتنا يعدل. اوكي يعني ايه يعدل في ميركر او اوتبوت او تايمر كاونتر فاريبل؟ بص انا بصريح معاك، تعديل الرايت اول مع الميركر والاوتبوت انا هشرحه النهارده وانا متضايق لان تطبيق عملي مش حاجه واقعيه قوي. اوكي فعلا ملوش لازمه بس انا هشرحه لك على ده عشان يوم ما ياخد بقى ناخد التايمر والكاونتر الفاريبل نطبقه على طول. اوكي انا حتى حاليا هقول لك ايه مميزاته مع الكلام ده كله. تعديل الرايت اول مع الميركر والاوتبوت، لو انت عندك اوتبوت مش عايز يشتغل لسبب ان في انبوت معين مش عايز يقفل، انبوت الستارت مش عايز يقفل، بدل ما اروح اصلح انبوت الستارت انا ممكن ادخل دايركت على الميموري واقول له بعد اذنك مثلا الاوتبوت مين Q0.1 بعد اذنك Q0.1 في النيو فاليو اقول له 2 شباك 1 يروح دايس على رايت اول هيروح مشغل. اوكي او الاوتبوت شغال ومش عايز يطفي في مشكله في مفتاح الاكاف فاروح جاي اقول له Q0.1 نوعه بيت اجي في النيو فاليو اكتب له 2 شباك 0 واروح دايس على رايت اول. بص يعني هي مش عايزك وقت هياخد وقت قد ايه يعني؟ لا يكون في مسافه مثلا يعني بين سيب مكان ومفتاح لفتره التشغيل في مكان بعيد تاني يعني. دي بنعملها في حاله تانيه مش اللي هو مثلا انا مكسل اقوم اخس فمش عايز اقوم اجري ادوس على المفتاح، لا هي ليها استخدام تاني لما اكون مثلا قاعد بعمل صيانه او قاعد بجمع لوحه هنا او بجمعها في البيت عندي انا مش حاطط المفاتيح دي في المصنع الليمت سويتش ده تحت المكنه جوه في المصنع عنده مش عندنا فعايز اعمل بروفا فبعمل اقول له المفتاح قفل قال لي عمل كذا الموتور اشتغل ايه عمل كذا هل كذا ده صح يبقى البرنامج اللي انا عامله صح. اوكي او لو انا بعمل صيانه في المصنع بدل ما اوقف واحد جنبه اقول له روح دوس روح شيل طب دوس تاني طب علق طب دوس وشيل طب كارك مش هينفع في البي ال زي فخلاص انا اوتوماتيك من جوه صفحه ستيتس شارت انا اقدر اعمل ايه اقفل وافتح باللي انا عايزه اشوف البرنامج تاني صح ولا غلط في الكرنت فاليو بالظبط. ده لو البي ال سي ايه وافق لان خد بالك مش دايما كل حاجه هطلبها عن طريق رايت اول البي ال سي هيوافق عليها. ابسط مثال تعالى عند برنامج البرنامج ده موتور اتجاهين واقول له شغال اتنين مع بعض هيشغل كام اتجاه؟ هيشغل لك واحد بس مش هيقدر يشغل اتنين. تعالى عند موتور والامرجنسي مفتوح او الاستوب مفتوح واقول له شغله هيقدر يشغله؟ الاستوب مفتوح هيقول لك لا البرنامج بيقول لا ما اقدرش اشغله. مين اللي كان ممكن يشغله؟ فرصه ما فيهاش كلام يعني بلاش كلمه ممكن ده يقدر يشغله. اوكي دي اللي احنا جربناها يبقى انت ما جربتش بقى. ما احنا بقى لنا نص ساعه بنجرب في الكارنت فاليو. ها؟ باشمهندس؟ ما جربوش الكارنت فاليو ازاي؟ هو ما جربهاش كارنت فاليو اذا كان انت قمت جربت على البي ال سي غيرت المفتاح غير هنا كان لك 2 شباك 1 فتحته كان لك 2 شباك 0 صح؟ ايه يا باشمهندس اي حاجه او لا؟ ماشي عشان الموبايل 24 ساعة تجرب الموبايل. المهم احنا لينا الأغلبية يعني كله جرب الكرنت فاليو. النيو فاليو بكتب فيها القيمة اللي أنا عايزها ولو استخدمت رايت اول احتمال يوافق على اللي أنا عايزه. الميزة بقى بجد بقى واللعب بجد جوه البي ال سي مع التايمر والكاونتر والفاريبل وهقنعك دلوقتي حالا رغم إن احنا ولا خدنا التايمر ولا خدنا الكاونتر ولا الفاريبل لغاية دلوقتي. بس لو أنا بعمل برنامج بيقول مثلا يعني في الواقع رحت أعمل برنامج في مصنع برنامج بيقول مثلا أوضة فيها سيرفر. سيرفر كمبيوتر ضخم يعني كبير لازم ان يكون التكييف شغال 24 ساعه ففي تكييفين موجودين ده يشتغل 4 ساعات وده 4 ساعات يبدلوا مع بعض لغايه ما يتحرق واحد فيهم ولا بغيرهم يعني او الاثنين يتحرقوا. طب انا جربت عملته في البي ال سي وعايز اجربه هتستنى 4 ساعات لغايه ما ده يطفي ويلقط ده وتستنى 4 ساعات لغايه ما ده يطفي ويرجع لقط ده وهي بقى لو هتشك وعايز تتاكد تقعد جنبيه 4 5 ايام تشوف اذا كان فعلا بيقلب ولا لا انا هعمله بتايمر عادي خالص بس هاجي اعمل التايمر رايت اول باربع ساعات الا ثانيتين قيمه 4 ساعات الا ثانيتين الاقي بعد ثانيتين عمل ايه؟ قلب على ده مظبوط؟ اعمل دوت رايت اول باربع ساعات الا 3 ثواني مثلا يبقى بعد 3 ثواني انا عامل ايه؟ مظبوط يبقى اللي انا عامله صح يبقى انا همشي ولما يخلص الاربع ساعات هو هيقلب لوحده كده كده الا دقيقه ماشي اوكي هو لازم يسيب البصمه بتاعته فاهم؟
ارجع اعمل ايه؟ سوري عادي خلاص. بعد كده ما انت خد بالك اما نيجي طبعا عامل هنشوف بعد كده هل غير رايته ولا خليه يشتغل طبيعي. ايه كان ايه السؤال؟ قول تاني. تمام. من عامل برنامج بيقول له يعني يقعد عيد كل شويه، هو اوريدي البرنامج اللي انا عامله له بيقول له بعد 4 ساعات اعمل كذا. انا جيت عند التايمر قلت له اجري شويه، انت بقيت 4 ساعات على سنتين. فخلاص انا ما بوظش البرنامج يعني. بعد كده هو يرجع بطبيعته، هو بطبيعته عم عايز يعد 4 ساعات بس انا اللي جريته. لما انا اسيبه هيعد لوحده عادي 4 ساعات. الكاونتر، تطبيق الكاونتر ده كان تطبيق واقعي فعلا. مكنه الراجل عايز يعمل لها صيانه كل 10,000 قطعه. قلت لكم عليها ولا لا؟ اللي هي حقنه بلاستيك. كان حلها ان يتعمل لها يعني عايز يعمل لها كاونتر يعد كل 10,000 قطعه، يعمل المكنه تقف وتطلع له مسج على الشاشه ان ده معاد الصيانه بتاعتها، ولو جيت شغاله ما تقدرش تشتغل. ماشي جربناها عملناها، بس عايزين نجربها، عايزين نشوف. هتستنى جنبيه ما يمكن يخلص ال 10,000 قطعه دول بعد سنه ولا حاجه. فنيجي عند الكاونتر نقول له انت 9,999، يبقى هو فاهم انه فاضل له ايه؟ قطعه وعدد. خليه يشغل قدامك اسطمبه، بعد الاسطمبه دي ما تخلص عامل ايه؟ تلاقي المكنه وقفت مش عايز تشتغل تاني. لا دي ده كان لا اوكي ماشي، هو نقطه مهمه بس مش هتقعنا. هو المكن حقن البلاستيك كان مكنه جايه من ايطاليا محترمه يعني، اوريدي عنده ليفل لكل حاجه للزيت. فكان البرنامج بتاعها لازم ليفل الزيت يخلص ويتملي ويطلع تاني، معناه ان جرالها ايه؟ اتفضى الزيت وتعبى تاني. كان لا خلاص بقى دي عيب مش عيب المكنه يعني. عامه صاحب المصنع معاه برده مفتاح يعمل بيه ريسيت، عشان لو هو راجل عايز يوفر زيت ولا حاجه، ولا الدنيا بايظه معاه معهوش زيت ما يخسرش المكنه، فيروح عامل ريسيت يبقى حتى لو ما غيرش زيت يقدر يكمل تاني. ايه هو نفس الزيت اللي هيعمل تاني ده حسب بقى صاحب المصنع ايه حكايته يعني. ده الفاريبل جوه البي ال سي. فكرتها دايما اي حاجه عايزين نخزن عليها قيم جوه البي ال سي محتاجين ميموري، صح؟ ما هي الميموري متغيره، فدايما بنقول حاجه اسمها ايه؟ فاريبل. يعني لو انت عندك ترانسديوسر انالوج بيبعت قيمه على البي ال سي، يبقى يعتبر جوه البي ال سي القيمه بتاعته داخله على ايه؟ فاريبل. لو انت هتجمع 5 مع 6، البي ال سي ما كانش يعرف 5 زائد 6 بكام، هو عارف انها ب 11 امتى؟ بعد ما حسبها. فلازم أن تكون ال 11 دي بتخزن على ايه؟ على فاريبل. لو انت عندك تايمر هتاخده تقارنه مع حاجه ثاني، فعايز تحطه على ميموري مؤقتا، التايمر عمال يعد قيم متغيره، فبرضه لازم يكون على فاريبل. طب انا دلوقتي عملت برنامج بيقول له الترانسديوسر هيبعت لك درجه الحراره. يا باشمهندس فاريبل، لو درجه الحراره وصلت مثلا ل 50 شغل التكييفات، عدت ال 60 كده افصل التكييفات وبلغ ان حد يجي عشان في مشكله كبيره جدا كده. طب انا عايز اعمل بروفا، بعمل ايه؟ اجعل فاريبل واعمل له رايت اول بكام؟ ب 50، التكييفات اشتغلت مظبوط. اعمل له رايت اول ب 60، التكييفات فصلت ووقعت مسج لحد او حصل مشكله يعني باين ان في حاجه، يبقى البرنامج اللي انا عامله ايه؟ صح. خلاص ارجعه اركبه على الترانسديوسر، يوم ما يوصل ل 50 هو ياخد الاكشن الفلاني. اوكي؟ فرايت اول مهمه جدا في شغلنا، انا عاوزها كتير جدا. احنا هنعمل برنامج مع بعض.